السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم اللي وعدتكم به في الفيديو اللي فات، وهو الفيديو اللي غنوريكم فيه الطريقه ديال تزيين الكيك اللي كنت شاركت معكم، اللي هو ديال عيد الميلاد صديقتي. فهذه المرحله الاولى اللي غادي نبدا بها، وهي المونتاج يعني الكريم مع الكيك. الكيك كيف تتشوفوا هو هذا الكيك، شريته واجد لان ما كانش عندي الوقت، وكي تتعرفوا لا جينواز او الكيك اللي نستعملوه في التورتات خصو يكون بايت في الثلاجه على الاقل واحد الليله باش ما تيتفرتتش، تيكون شاد راسو. فما كانش عندي الوقت كافي، فاختاريت نشريه. هنايا شريته تيبيعوه بالانشز، البلاصه فين كنت خدامه راهم تيبيعوه، وتم كاع المخبزات تيبيعوا الكيك بوحدو. فانا خديت هنايا الكيكه ديال 10 انشز وقطعوها لي هما تما، قلت لهم قطعوها لي على ثلاثه ديال الطبقات. فهي هذه تجي هكا. فحيدت عليا هاد المرحله ديال الكيك، شريته كي تنقول لكم واجد، لان تيكون هو عندهم دايرينو فتره ومخلينو في الثلاجه ما شحال من نهار، فتيكون صامت كي تنقولوا. فهو هذا صافي. ثم عندي طبيعه الحال الكريمه اللي خفقتها، وكنت حتى هي مخلياها في الثلاجه باش تبرد تشد راسها مزيان. الكريمه عاديه، كريمه الخفق، الا كانت حلوه فتنخفقوها مباشره، كانت بلا سكر فتنزيدوا لها سكر بودره، سكر كلاصي، شويه ديال الفاني الا كنا بغينا نكهه الفاني، ثم تنطلعوها بهذا الشكل. غادي ندوز دابا، وعندي طبعا السيرو، هذا الشيء اللي غادي نحتاج. هذا السيرو، عندي هنايا جوج كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر، درتهم يغلاو مزيان مع واحد طريف ديال طرونش الحامض، غلاو تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق، ثم طفيت عليهم تبردوا، درتهم في الثلاجه مزيان بردوا، درتهم شويه في الفريكو عاود هبطتهم في الثلاجه، فهما دابا باردين. هذا هو السيرو اللي غنسقي به الكيك. ندوز الاول مرحله، هو انني غادي نلون هاد الكريمه ديالي، بغيت نلونها باللون غوز باش ملي تقطع يجيو دوك الطبقات في الغوز. فانا ما غنديرلهاش نكهه الفراوله ولا حتى شي حاجه، بغيتو ديروا لها نكهه الفراوله ممكن، انا نخليها على نكهه الفاني، ولكن غير اللون اللي غادي نبدل. فغنجيب الملون، ما فيا ما نبقى غدا جايه، يمكن نجيب مجاراتي حدايا حيت مازال نحتاج بزاف د الحاجات. فهذا الملون حمر ماشي غوز، ولكن تتعرفوا الحمر فاش يتخلط غادي يعطي واحد اللون. لا ولدي ما تقدرش تقاس هذا الشيء دابا، بلاتي بلاتي تقاست بالكمون. أول دين على الشيطان. راك حز عليا طابلات كلها. حمدي ام بزينة اوكي بلاتي، وهذه تصاوب لطاتي بي لحقك بلاتي ماشي دا. لا ما غنكملش، انا عطاك تصاوب معايا الفلاورز. اوكي ها هو كي تتشوفوا يعني هاد الغوز البارد، يعني ماشي ما بغيتش داك الغوز النيت اللي مشعشع. هذا هو اللون اللي بغيت، لانه هو اللون اللي غادي نكافري به بالفوندون. صافي الكريمه واجده، غادي ندوز نديرها في جيب الحلواني. بالنسبه للسيرو، فباش ما نبقاش تنحمق راسي مع ديك اش تيقولوا له البراش. وكي تشوفوا هذا السيرو غادي نديرو في هذا البخاخ، هذه طريقه عمليه.
تيكون حسن ساهل والكيكه تتشرب مزيان. صافي مي خوان نعاود نعمرو لان عندي هاد الفابور صغير. صافي البنات دابا غادي ندوز نبدا تمونطي الكيك ديالي. واحد الصبع واجعني ما شكيت عليكم، راكم عارفين انا ديما مبلسي راسي. غنبداو شتي هاد اللي دايرها لي هي لتحت، راه شتي فيها هاد الماغون، يعني راه هي اللي كانت الوجه، غير هي تطلع هاد الوسطانين الفوق باش يجيبها مقاده. المهم هما تبارك الله عندهم التقنيه ديالهم. غادي ندوز على بركه الله، غادي نبدا نرش السيرو ديالي. تنقول لكم دائما ما تخافوش من السيرو نهائيا، هي فزقوها مزيان، كل ما فزقتوها تتجي شاربه. المهم البنات كي تتشوفوا مونطيت الكيك ديالي، هذه اهم مرحله. دابا غادي ندوز تشوفوا معايا دوك الجناب، الا بان لي شي فراغات هكايا نزيد فيهم شويه ديال هاد الكريمه. هكا باش منين نجي نحط الكريمه الاخرى يكون هنا عندي القضيه ريقله. نسيت ما قلت لكم هذه الكريم راني قاسمه على جوج، راه مازال عندي الكريم اللي هو ابيض هو اللي غنغلف به الكيك، ما هذا الغوز درتو غير في الداخل. تنظن صافي دابا كي تتشوفوا. دابا البنات غادي نديرها في الفريغو، تبعوا معايا المراحل في الفريغو ماشي في الثلاجة. غنديرها في الفريغو واحد 15 دقيقة باش تتشد مزيان تتصمت، وعاد غندوز ندير الطبقة الثانية ديال الكريم. وكي شفتوا البنات ها هي خرجتها، راه شدات راسها شوية، دابا غندوز ندير لها الكريم. بغيت نشارك معاكم هادو لان بزاف د البنات تيقولوا لي ورينا الماتيريال باش تخدمي ومنين تشريه. هادو اللي تن ابليو بهم الكريم على الكيك، كاين بزاف د الاشكال على حسب العلو ديال الكيك. كاين هادو اللي تيديروا داك الشكل مسنن هادو، وكاينه هادي بالنسبه بحال دابا انا ما تنظنش غنخدم بها لانني غنغطي الكيك بالفوندون، ولكن كاين الكيك اللي تيكون ما يتغطاش بالفوندون فيه الكريم مباشره فتيتفينا بهادي باش تيجي ليس وتيجي سموث، ما فيه حتى شي تدريجه ولا شي حاجه تخدم بهادي. فهاد الشيء خديته من امازون، يعني اغلب الماتيريال تنشريهم اونلاين من امازون، كاينين في مايكل ولكن غاليين، في امازون مرخص. هنا هاد الفم هذا انا نوري لكم بالجنب عريض، هذا اللي تيدور الكريمه في الجناب. هذا الا عندكم، ما عندكمش استغناو عليه، ديروها غير بالسباتول. هذا راه رخيص شي 3 دولار يمكن باش شريته. كي تشوفوا فيه هنا ما عرفتش واش باين، فيه هنا هاد الجهه مسننه الا بغيتو تجيكم الكريمه مسننه، وفيه هاد الجهه اللي سامبل، فانا غنديروا على الجهه سامبل لان كي قلت لكم غادي نغطي هاد الكيك ديالي بال
المهم تنركز على التوازن ماشي على الفينيسيون. انا قلت لكم ملي تكون ما غتغطاش بالفوندون فتتفينا بهادي. انا نوريكم شتو هادو كي تتردها، شوف كي تنقولو بحال الملاسه تتملسها تتملسها مزيان. صافي دابا غادي نردها للفريغو عاوتاني. الفريغو حسن من الثلاجه البنات، اذا انا شفتهم هكا كيفاش تيخدموا به، لان الكريمه تتشد راسها مزيان ملي تتبغيو تحطوا الفوندون تتكون شاده راسها ما تتكونش سايحه. اما في الثلاجه ما واخا تبرد ماشي تتجمد. هادي في الفريغو تتبدا تتقصح شويه وداك الشيء اللي مطلوب. فالمهم غادي نديرها في الفريغو، ثم غادي نجيب الفوندون والماتيريال غادي نزين به. بالنسبه للتزيين فكي شفتوا ما درتش شي تزيين كثير، لان الكيكه يعني ماشي في شي حفله مغلقه، يعني هي سيربريز وفي حفله بابليك فما غيكونش عليها شي تركيز كبير. فيعني ما عنديش حتى الوقت باش زعما ندير فيها شي مجهود كبير في الارت، في الديكوريشن ديال الارت. يعني درت شي حاجه بسيطه واللي غادي يكون المنظر ديالها زويون. دابا البنات غادي ندوز نطلق الفوندون ديالي. الفوندون اللي بزاف تتسولوني على النوع اللي تنستخدم فهو هذا، ها هو راه ظاهر ويلتون. عموما معروفه هاد الماركه ديال ويلتون، هي تدير كاع هاد المكونات والادوات ديال تزيين الكيك. فهاد الفوندون ديالهم زويون ورطب وساهل، يعني ما كاينش انواع ديال الفوندون ما تتصدقش زوينه. هذا مزيان، هادي سناخذها تقريبا ب 16 دولار، فيها 5 باوند، فيها جوج انوريكم، تكونوا فيها جوج ديال الخنيشات هكا. هادي هي مازال مسدوده بيضه، وحده جبتها ودرت لها حتى هي بحال الكريم، خلطتها مع نقيطه ديال اللون الاحمر الملون، فعطاتني هذا اللون الغوز اللي انا باها. صافي غادي ندوز نطلق. واخا هاد الجلده تقطعات لي شويه تكرفصات، ولكن غادي نستعملها لانها تتعاون بزاف بزاف باش ما يلصقش في الرخامه. وغادي نحتاج هنايا النشا اللي ضروري ما تنطلقوه، وغادي نحتاج المدلك. هذا المدلك سبق اللي شاركته معكم، هذا خاص بالفوندون ما تيلصقش عليه، دير بحال بلاستيك بحال. المهم هذا خاص ما ديروش ديال الخشب. المهم ولا ما كاينش هذا ممكن ديروا الخشب يدهنوه مزيان بالنشا. فغادي ندوز نصور لكم هذه المرحله اللي غادي نطلق فيها العجينه ثم نغلف الكيك. دابا البنات كملتها، غادي تسمعوا صوت الكوكوط، ما عندي ما ندير، راني رادة نوجد الغدا. فالمهم الكيك هي هادي، درناها كامله. هنا غادي نستعمل هادو، انا نوريهم لكم. هادو راه حتى هما خديتهم من امازون، هانتوما كاين المربعات كبار وصغار، وكاين المعينات الكبار والصغار. انا غادي نستخدم هاد المعينات الكبار، هادو الدور ديالهم هما تيعطيونا دوك العلامات في
دابا دابا رجعت شفت هذا، فدابا كي تتشوفوا تراسيت دوك المعينات، دابا غادي نضغط عليهم بعدا باش يعطيوني داك الشكل باين. دابا البنات غادي ندوز نصاوب واحد بحال كادر ديال المرايا، غادي نديرو في الذهبي وغادي ندير فيه حرف الان، عشان ماتيريال راه كل حاجه فجير، وليني هذاك الان كنت جايه دابا ها غادي ندير حرف الان، غادي يجي في الوسط ديالها على حساب نبيله، وغادي ندهنو بالذهبي. هذا غادي نلصقو هكا في وجهة الكيكة، فغنصاوبو على ما تعاود تبرد شوية ونخرجها. دوك المعينات اللي درنا بيناتهم في دوك الملاقيات غادي نديرو لازاست خاص. هذه البنات غادي ناخذ هذا الان غندير لها بالبراش شويه ديال الماء، وغادي نحطها. شوفوا يدي ديك الصباغه الحمراء ضايا طلقات لي في يدي، فهي هذه الان. دابا غادي ندوز نصبغها بالذهبي اللي هو هذا، حتى هو شاركته معكم من قبل، تنظن حتى هو كاين في امازون، ولكن انا عندي هادو جايباهم من المغرب، مازال ما تسالاو لي لحد الان، داكشي علاش ما جربتش زعما نشري. السق هادي صافي هي واجده، غادي ناخذ شويه ديال الكريم. هذه بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على التلصاق، فكاين اللي تيلصق بالماء، حتى الماء مزيان، ولكن الا كانت غاتبات في الثلاجه داك الماء بحال تيبدا كندير نقول لكم بحال تيبدا تيرغم داك الفوندون، فملي تبغيو تلصقوا ديروا الكريم. ها نتوما شوفوا بحال شتي، ديروا شويه ديال الكريم، هو راه تيلصق الفوندون الكريم، وفي نفس الوقت تيقصح ماشي بحال الماء. ها هي الخم عندي اللي هو هذا ياكو، غادي نبداو دابا تنجيو لهاد الملاقيات، نبداو تنجيو لهاد الملاقيات بحال هكا. كي شتو تكيتها بهاديك غندير انقيطه ديال الماء، وغادي ندير حجاره باينه فين هي بعدا، نقلب عليها هاي. يلا درت الاولى صافي، وغادي نكمل هكايا تندور هاد الكيك ديالي كامل. دابا البنات غادي ندوز نصاوب واحد البابيون،
الريح. هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه خديت ورق السوده غنلويه بحال هكا. غادي نسدو بالسكوتش صافي بهذا الشكل هذا هكا تيجيو. دابا تناخد هاد بابيون ديالي غادي ندير فيها هاد الوريقات نحاول نوقفهم. دابا البنات صاوبت واحد الغيبون اخر وغادي نخدمو بهاد القطنع هذا. هذا ديال خاص بهاد لي غيبون اولا اي حاجه تتبغيوها مقاده فتيديرها هذا فيه هاد السنينات ها هما تيتبدلوا كيشتو. كان عندي هنا فيه هادو هادو تيديروا الخطوطه موجين. غادي نركب انا هاد العاديين على اساس بغيت لي غوبون ديالي يجيو مقاد. ثم غادي ندوز بهادي درت هي بجنب واحد. انا بغيت غير هاد البلاصه غادي نقسمها على النص غنجي لهنا غندير لها تقطيعه اللي تتكون في الغيبون. هذا الشكل هذا انا البابيون حطيتها هنايا باش تبدا تتشد راسها. ثم غادي ندوز لهاد لي غيبون غنديرهم هكا. شوف غادي نطويهم وغادي نخليهم. بالنسبه لهادو غادي نخليهم يباتوا ليله كامله. ان هاد الفوندون فاش تيبقى على برا تيقصح ففاش تيباتوا على برا تيشدوا راسهم. ما غاديش نديرهم على الكيك دابا شتي دابا تيبقاو بحال لا تيطيحوا. نحاول نشدهم بشي حاجه بحال هكا باش يقصح وهو هكا فهاد الشكل هذا وهاد الغيبون مهزوزه شويه هكا بغيتها. فالمهم فالمهم هي هذه الغيبون ديالي وهما هادو السوينتات كي قلت لكم. هذه دابا غادي نخليها حتى الغدا عاد غادي نحطها فوق الكيك. دابا غادي نديرها فشي بلايصه هكايا ما تكونش سخونه بعيده على السخونيه ونخليها.
هاد البورد هذا باش نضمن ان الانيه اصلا محطوطه على واحد الكارطونه صغيره ديالها، فباش ما تزعزعش تنديرو هكا شي شويه ديال هاد الكورن سيروب. هو تيلصق ديك الكارطونه صافي تستيكا. انا في الجناب غادي نبيبي هكا غير الكريم. فوالا عطي بحال سخون، هي تنخرجها تتبدا تنحس بها صافي. دابا غنصاوب لها واحد الطاق، غادي نديرو هنا مثلا، ما عرفت صراحه واش نديرو ولا ما نديروش. وغدا ان شاء الله عاد غادي نركب ليها ديك البو، ديك الورده اللي الفوق، ديك البابيون، وعاد ندوزو نشوفو الشكل منها. صباح الخير عليكم البنات، هذا الصباح الثاني. ها هي الكيكة، مسرة نقول الكيكة، ها هي الطورطة بات في التلاجة صافي. دابا شاد راسها مزيان مزيان. بالنسبة لهاد البابيون وهاد الغيبون اللي درت البارح، ها هما صافي كي تتشوفو شدو راسهم. دابا واخا نحيد هادي صافي نشوفو هكايا. البارح في الليل زدت هاد التاك، كنت مترددة فين غادي نكتب هاد هابي بيرثداي، في الاخير درتها بحال تاك هكايا وكتبتها بالماركور الغذائي، ودرت لها هنايا هاد الحفارة اللي غادي ندير فيها بحال الشكل ديال الخيط، باش نحط هاد التاك هو الاول عاد نحط بابيون. غادي نجيو دابا الكيكه، المهم تنحتاجو فينا جهه بغينا نحطو هاد التاك. انا غادي نحطو هكا وصافي. لصقت هاد البابيون بالكريم شانتي اللي بقالي من البارح. كيف قلت لكم ممكن تلصقوها بالماء، وغادي نقي بهاد البراش الجنيبات هكا اللي خرج لي منهم الكريم، وهكا تكون الكيكه ديالي جاهزه. انا عارفه الفيديو غيجي طويل، حاولت نقصر فيه، ولكن بغيت نخلي الشرح لان بزاف البنات تيطالبوني بالشرح المفصل. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديالي واضح وتكون عجبتكم هاد الكيكة، وهذا هو الشكل ديالها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر، والفيديو يعجبكم ما تنساوش التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله.